بس اوريكم حاجة عشان ان شاء الله جايز تفيد الناس برضو على وهي بتستارت. شايفين كده ده؟ بص هنا طبعا ده معاك في اي مكان كده بيتطبق. هوريه لكم برضو ازاي بيتعمل. والبوتاجاز اللي جوه ده برضو هوريه لكم ازاي بيتعمل. زي ما انت شايف كده المايه بتغلي اهي، ماشي؟ لو شلته كده مش هتشوف نار، بس النار شغاله. انت لو بالليل هتشوفها، بالنهار مش هتشوفها. هعرفكم ليه برضو لما نعرف طريقه عمايله. تمام، هبصوا شايفين المايه كده. بص المايه، ماشي؟ ركز. تمام، طبعا ده فوري بقى. وانت قاعد كده بتصطاد تبدا تعمل الشاي بتاعك وتظبط نفسك، وبعد ما تخلص تقفله. تمام التمام. تعالوا اتفضلوا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبنا في قناتنا وقناتكم صناعة بنفسك مع عادل عبسي. طبعا احنا الفيديو اللي فات كنا عملنا تنويه كده عن البوتاجاز المحمول بتاع الصيد اللي بناخدوه معانا في أي مكان. والنهاردة إن شاء الله هنعرف مع بعض نشتغل عليه ازاي، نعمله ازاي بنفسنا، مش لازم انت تشتريه. الأول هو بينقسم لجزئين. الجزئية ديت ده اسمه توتو، اسمه توتو. تمام، التوتو ده بيتباع في بعض محلات ادوات الصيد، مش في اي مكان ممكن تلاقيه. في نفس الوقت انت ممكن تعمله بنفسك بسهوله جدا. تمام، ده فكرته ايه؟ فكرته ان هو عباره عن صاج ممكن تعمله باي صفيحه مثلا بتاعت سمنه بتاعت جبنه، ماشي؟ بتقطع منها جناب، بتعمل 4 جناب بالشكل ده. قرب كده سيف. تمام، بنفس الشكل ده كده بتعمل هنا مفصلات، سواء المفصلات دي بقى هي مفصلات منها فيها زي ما احنا شايفين كده مجرد سيخ حديد او مسمار مثلا 8 سنتي رفيع ولا حاجة، وبتتني عليه الجناب، ماشي؟ بحيث ان هي بتتطبق معاك في اي مكان، ما بتاخدش اي مساحة. طيب انا مش هشرح ديت لسبب واحد. السبب ده ان الاول واحد شرح طريقه عمايله وعملي اخونا وحبيبنا الحاج سعد العنتبلي. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاعه بتاع طريقه عمايل التوتو ده، اتفرجوا عليه برضه عشان تعرفوا بتعمل ازاي. المهم ده بالنسبه لنا احنا بناخده بالطريقه دي كده، بنفتحه بنفس الشكل ده. تمام، ودي بتنزل معايا بتقفل هنا كده، خلاص. طيب فكرته ايه؟ فكرته ان انا بحطه معايا في اي مكان بصطاد فيه. بحط جوه بقى شوية خشب، نشارة، حطب، اي حاجة انا عايز اولع بيها، قش، اي حاجة، وببدأ اولع بيه. وباجي باخد اي شيء اللي انا هعمل بيه وبحطه وبولع. دي الفكرة العامة بتاعت التوتو. تمام كده. طيب احنا كملنا الفكرة ديت بالفكرة التانية، ان احنا نعمل حاجة نظيفة بحيث ان احنا ما يبقاش لا في دخنة ولا في وجع دماغ ولا حاجة، لا حاجة شكلها حلو وممكن ناخدها معانا في اي مكان. طيب طبعا احنا شفناها المرة اللي فاتت، هنعرف برضو نعملها ازاي مع بعض دلوقتي. طبعا هي امنة جدا، هي كده ولعت اهيت، باين اللهب ولا طفي النور عشان يبان. طيب بصوا يا جماعة زي ما احنا شايفين انا عامله على الحاجة ازاي، امن جدا جدا جدا، متقلقش منه نهائي على المفرش اهو، ماشي؟ نسيب ده كده على جنب وعبال ما نعرف نشتغل ازاي. طيب معايا كده سيف. بصوا يا جماعة هنبدأ اول حاجة اللي احنا هنحتاجه. انا برضو انا جهزت حاجات علشان ما ناخدش وقت في الفيديو. اللي هنحتاجه هنحتاج علب كنز، ماشي كده؟ هنعوز 3 علب كنز، 3. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي بقطر، ماشي كده؟ ضم معايا نازل،
هجيب كتر وهناخد المسافة اللي هنحتاجها، إذا كنت عايزه كبير عايزه صغير زي ما أنا عاوز، لكن في العادي يعني المسافة الكويسة 3 سنتي أو 4 سنتي بالكتير أوي. ماشي كده، هنقيس 3 4 سنتي، هناخد علامة عليها زي ما احنا شايفين كده، وهنلف تمام. أقطع، يا إما لو أنا مش عايز علامة على حاجة يا دوبك بقطع جزئية صغيرة زي ما احنا شايفين كده وببدأ أفتح. أهم حاجة وأنت بتفتح واحدة واحدة علشان ما تتنيش منك وتتبهدل. نفس الشكل كده تمام. طيب طبعا بتلاقي هنا الحروف زي ما احنا شايفين كده مشرشره، شايفين عامله ازاي مكان ايه مكان التانية بتاعتي. طيب دي بروح انا فاتحها كده بالشكل ده تمام عشان تتساوي. طيب لو فرض ولقيت حاجه زي دي مثلا كده حتت اطراف كده بالمقص عادي خالص تمام، وببدأ أساوي الجزئية اللي أنا مش هحتاجها خالص لغاية ما تبقى كلها في سوى واحد بالشكل ده. طيب أنا جيت دلوقتي عملت تلات معايا، عملت تلات غطيان بنفس الشكل ده، الجزء اللي هو السادة مش اللي مخروم، عملت تلاتة. طيب التلاتة دول هدفهم إيه؟ واحدة هتبقى تحت، وواحدة هتبقى غطا اللي بيقفل عليها، وواحدة تانية اللي هتبقى فيها الإخرام. طيب هنخرمها بإيه؟ يا إما بمسمار يا إما ببوز مفك رفيع، حاجات بسيطة جدا يعني. أنا بالنسبة لي عشان أنا عندي الميني كرافت فبشتغل عليه على طول يعني. كمثال مثلا معايا كده، بملى دي كلها بنفس الشكل ده. طبعا دي انا جهزتها قبل ما ابدأ الفيديو عشان برضو ما ناخدوش وقت تمام. بنفس الشكل ده، شفت عملت ازاي؟ طيب يبقى دي البوتاجاز بتاعنا، وده الارضية، وده الغطا. طيب انا عملت التلاتة وخلصتهم ماشي كده، ايه اللي هيتعمل بعديها؟ ركز معايا، هنجيب قطن، هنجيب قطن تمام. هناخد الجزئية اللي تحت الأول وهنملاها قطن، املاها اكبسها جامد علشان بعد كده لما تيجي تملى السائل بتاعك ما تلاقيهاش نزلت وهبطت وما وصلتش للإخراج. ماشي كده تمام، ادي كده اللي تحت. هناخد الجزئية المخرمة اللي فوق وهنملاها برضو. طبعا القطن ده بيتحط مرة واحدة بس يعني، ما مش كو ما بيستهلكش. احشيها كويس عشان الجناب العالية اللي زي دي كده يبقى فيها القطن واصل فيها. تمام، بصوا بقى يا جماعة في حتة صغيرة كمان تاخد بالي منها، علشان انا طبعا الاتنين دولت قطر واحد، فعلشان اقفل الاتنين في بعض يعني انا لو جبت دي كده عشان اقفلها في بعض مش هتقفل، عشان تيجي تعملها مش هتظبط معاك. طب تعمل ايه؟ هتيجي على اللي في الارضية اللي هي اللي تحت وهنفتح فتحة صغيرة كده، باين معايا تمام، اهي فتحة صغيرة كده فيها بالشكل ده ماشي، علشان لما اجي اقفل اضم دي سنة صغيرة فتدخل معايا على بعض، تقفل على بعض. اقرب كده نشوف اهي، دخلت ازاي. بقفلها بقى كويس، بضغطها على بعضها زي ما احنا شايفين كده. طيب اتقفلت هعمل ايه؟ هجيب لزق ورق، لزق ورق ما ينفعش شكرتون،
لزق ورق، تمام؟ طب ما ينفعش كرتون ليه؟ عشان لو فرد وحصل سخونة، مع ان خلي بالك ما بيحصلش سخونة، النار بتاعة السبرتو او الكحول من الحاجات اللي يعني زي ما بيقولوا كده نظيفة قوي، يعني ما بتعملش دخنة وما بتعملش حرارة عالية، الحرارة بتاعتها في ملامستها بس، تمام؟ فأنا بعملها بورق عشان يستحمل معايا أي حاجة، تمام؟ ناخد بالنا كده القطن باين ازاي، تمام؟ مليانة. طيب ايه اللي هيحصل؟ هاجي بقى اخد السبرتو بتاعي، طبعا ده سبرتو احمر، ممكن تجيب سبرتو احمر سبرتو ابيض زي ما انت عاوز، تمام؟ او كحول عادي خالص، وابدا املاها واحده واحده كده مع بعض. طب اعرف ازاي اني اتملت؟ لما ابدا الاقي الكحول ما بيتشربش، هي كده اتملت، شايفين عملت ازاي؟ برضه هي بتشرب شوية بشوية، كل ما بتشرب اديها، كل ما بتشرب اديها. طبعا بعد كده برضه زي ما بنقول ما بتستهلكش معاك قد اول مرة، لأول مرة ما بتبقاش لسه شاربة حاجة خالص، بعد كده كل ما بتحتاج بتزود. هي كده خلاص شربت خالص زي ما احنا شايفين. طيب الزيادة ده هننزله بالشكل ده كده، طبعا الغطا ده بقى ساعة ما ببقى مولع النار، ساعة ما ببقى مولع النار ببدأ أقفل عليه كده لو أنا عايز أطفيها. أول ما بقفل الغطا بتاعي النار بتتكتم خلاص، ما بتلاقيش نار، بتقفل، تمام؟ نفس فكرة السبرتاية بتاعة القهوة زمان، وتاخد من عليها أحسن قهوة على نار هادية بقى وحاجة، بسم الله ما شاء الله. طيب احنا كده عملناها اهو، نجربها. زهرة معاك؟ بنت، تمام. زي ما احنا شايفين كده ادي البوتاجاز بتاعنا، ابص كل ما بتسخن بدأت تظهر ازاي، بسم الله ما شاء الله، بوتاجاز مخصوص يا جماعة. طيب انا عايز اقفله بنفس الشكل اهو، خلاص كده اتقفل، شايفين طفى. عاوز تولعه تاني نفس الليلة اهو، ايه رأيكم؟ حاجة ببلاش كده. طبعا زي ما احنا شايفين كده النار بدأت تغلي، اهيت المايه بدأت تغلي، هات المايه سيف. شايفين المايه؟ خلاص غلت اهيت، واحنا قاعدين يا دوبك مفيش دقيقتين بنعمل الفيديو. والهنا والشفا، تعالوا اتفضلوا معانا ان شاء الله، كل جديد مع بعض بامر الله، واي حاجه هنعملها بايدينا ومش هنحتاج ان احنا نروح نشتري مع حد. ويا ريت تدعمونا باذن الله بلايك وباشتراك، واللي ما اشتركش معانا اشترك. ان شاء الله كل جديد مع بعض، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.